نقترب من الصورة والأرقام أكثر مع ضيفنا لليوم أيمن عتيني الخبير بتقنية المعلومات. أيمن أهلا وسهلا فيك معنا. شو هي أكثر المنصات اللي استفادت من الحجر المنزلي والمحنة اللي عايشينها اليوم؟ هلا شانتال، بهيدي المحنة اللي احنا فيه في زيادة لاستهلاك المحتوى الرقمي والغير رقمي. في دراسة عملتها فيسبوك بشهر 3 بتقول فيه انه بينا في زيادة 1000% استعمال المكالمات الجماعية اللي هي الجروب كولينج لعدد أشخاص 3 وأكثر، وعم يكون كمان في استهلاك ل 70% زيادة ضمن عائلة فيسبوك، عائلة فيسبوك اللي هي فيسبوك انستغرام واتساب. ولما عملت إحصاء مع الناس عم نشوف إنه شو المحتوى اللي عم تحضره خارج فيسبوك، حتى عم يكون في شقين، عم يكون في شق أخبار وشق أفلام. الأخبار حتى نشوف شو الواقع، والأفلام حتى نهرب من الواقع اللي إحنا فيه. كمان إذا نشوف اللي حكيت فيه STC بالسعودية، في عندهم استخدام زيد ب 1122%، يعني استخدام كتير هائل بالطبيعة فيه التعليم. يعني التعليم قبل ما كان موجود على الإنترنت، هلا صار على الإنترنت، ففي زيادة 1000%. وفي كمان زيادة لاستهلاك الخدمات الصحية بال200%، يلي كمان ما كان في اهتمام فيه على الإنترنت. أيمن، هذا بالنسبة للاستخدام، لكن هل كان للسوشيال ميديا دور بالحد من انتشار الفيروس؟ عم بيكون في دورين بالسوشيال ميديا لانتشار الفيروس. الناس عم تعرف وتخاف، يعني في فوق 96% من الناس بتعرف انه خلص في فيروس لازم ننتبه شو عم نعمل. هيدا السوشيال ميديا سمحت، قد ما صار في خوف والناس كانت خايفة، قد ما حطت على الإعلام الاجتماعي، هيدا ساعدت بالحد منها. بس بتضلك تلاقي ناس شانتال يلي هي بتقول انا حتى لو في حاضر انا بدي اطلع، شوفوني انا بالفيديو موجود برا والطريق وكل شيء. فهيدي كمان عم بتأثر سلبيا. وكمان ما نفكر فيها، في كتير ناس فكرت انه هني لو صارت هيدي الحجر الصحي اللي احنا فيه قبل الانترنت ما عارفين شو يعملوا بالبيت مع اهلهم مع اصحابهم. اكيد من الصعب انه نعيش هيك ازمه من دون انترنت. ما مدى جهوزيه منصات التواصل الاجتماعي ايمن بتحمل كل هيدا الكم من الاستخدام المفرط لها؟ وكانت واضحه المشكله من خلال تخفيض جوده البث لدى بعض مزودي الفيديو. ما حدا من كل هالمؤسسات العالمية والموجودة عن المنطقة اللي هي تقنية أو غير تقنية، ما حدا كان حاضر لهيك حجم من تغيير الاستخدام. وهني كإذا بنحكي خاصة بالمنصات الاجتماعية، هاي المنصات هي منصات تقنية، لما انبنت من الأول مبنية إنها تكبر، بس تكبر تدريجيا، مش بشهر عالميا يكون فيها الاستهلاك الكامل. بس يلي قدروا هني يعملوا مثل ما تفضلتي انت، عم يجربوا يخففوا شوي من جودة المضمون، من جهة منشان يخف الضغط عليهم هني، من جهة كمان في كتير مؤسسات طلبت منهم يخففوا، لأنه في مؤسسات بتاعت الانترنت اللي هي عن طريق التليفون وعن طريقة أو البيوت أو المكاتب ما عندها قدرة تحمل هالموضوع، فطلبوا من مؤسسات التواصل الاجتماعي ومؤسسات مثل نتفليكس وغيرها يخففوا جودة المضمون لحتى ندفي يحمل شوي الموضوع. لأنه بالبيت الواحد بنتفليكس بيكون في عادة بيكون في شخص واحد عم يحضر، وبأوقات متغيرة هلا عم بيكون بالليل بعد الساعة 9 بالليل 4 أشخاص بنفس الوقت بنفس البيت عم بيحضروا. نتمنى سلامة للجميع بطبيعة الحال. نشكرك أيمن عتيني على المشاركة.